الخير على كل مشاهدينا، واهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج كونسولتو مع الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد، استاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس، ورد على كل اسئلتكم المتعلقه بامراض الغدد الصماء من خلال قناه الصحه والجمال. هنتكلم النهارده معاكم ان شاء الله على قصر القامه وتاثير الغدد الصماء في ان احنا نحافظ على صحتنا مع تقدم العمر. نشوف الدكتور هيقول لنا ايه. مساء الخير دكتور محمد. اهلا، مساء الخير، اهلا بحضرتك. الله يخليك. هي اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو قصر القامه في مراحل العمر المختلفه. فانت كنت بتقترحي حاجه كويسه جدا اللي هو ما قبل وما بعد البلوغ. ايوه. هو ده سؤال دكتوراه ممكن يتحط في امراض الغدد الصماء، يعني نتكلم عن قصر القامه بري بيبرتر اند بوست بيبرتر، يعني ما قبل البلوغ بعد البلوغ. ده سؤال كبير جدا، بس العنوان ما احنا غيرناه عشان الساده المشاهدين يعني عايزين متخصصين شويه يستوعبوه. فحطيناه بصوره بسيطه قصر القامه في الصغار والكبار. وكلمه الصغار هنا تعني ما قبل البلوغ زي ما انت قلتي. طيب، والكبار ما بعد البلوغ، ومفتوحه لحد انت عاوزه كنت تقولي مع تقدم العمر. يعني ممكن لحد 70 سنه. انت زعلانه ليه؟ فاحنا حطيناها 70 80 90 سنه بدايه من 20. اوكي. طبعا الشق الاول احنا اتكلمنا فيه كتير جدا اللي هو ما قبل 18 سنه في الذكور. ده اخذنا فيه 3 4 حلقات يعني. اكتر والله بيتهيألي. والكلام كان كله بيدور حول كيفيه التعامل او قياس طول الابن بتاعنا ان احنا المفروض نتابعه. ولا سيما لو كنا شاكين انه هيطلع قصير او هو اقل من قرنائه. ايوه. طب هل بقى اللي طويل قوي اللي انا بحسه انه اطول من اللازم هتابعه؟ نعم. لان كما هناك قصر قامه ومرض، فان طول القامه مرض. اللي هو بيسموه يعني المارد، هو ده بيسموه يعني الاسم العملاق تقريبا العربي. نعم. عملاق. العملاق. برافو عليكي. هو مرض العملاقه. العملاقه. ايوه. برافو عليكي. فهو العملاق ده بيتجاوز، بيفضل يطول يطول يطول، والمشكله ان هو عمره بقى قصير، فلازم نوقف له النمو بسرعه. نوقف النمو؟ اه. يعني فرض الولد عنده مثلا 14 سنه ووصل 190 سنتي. نعم. عايز يوصل 2 متر وربع؟ لا. لا يعرف يعدي من باب، وبعدين بيحصل له انحناءات وانعوجات في العمود الفقري، وبعد شويه بعد كده برضه الدنيا هتبوظ يعني. وعشان كده بنقول عاده بيبقى عمرهم قصير. ايوه. النمو سريع جدا. فاحنا لازم نوقفه مثلا عند 180 150، وحصلت معانا في حالات كتير. وان احنا نوقف نمو من خلال الغدد الصماء ايضا. هي عموما دي امراض نادره. يعني طول القامه او العملاق، مرض العملاقه دي قليله الحدوث. بينما قصر القامه لا، موجود بنسب كبيره. طب يا دكتور انا مش عايزه نركز قوي على قصر القامه في الحلقه النهارده. طيب. احنا هنستقبل اتصالات حضراتكم وتواصلكم على الارقام الظاهره على الشاشه لو حبيتوا تسالوا على قصر القامه في اي مرحله، بس يعني افضل ان احنا نتكلم مثلا لو بعد مع تقدم العمر بيبقى فيه شويه اكتئاب، شويه فقدان ذاكره. نعم. يعني برضو الانحناء وقصر القامه، انا موافقه كل ده موجود، احنا عايزين الهرمونات تساعدنا شويه. هو زي ما احنا قلنا في دلوقتي العالم، والحمد لله احنا بادئين من حوالي 20 سنه في الموضوع ده، بس العالم في اخر 7 8 سنين بدا يتكلم على التجميل من خلال الغدد الصماء. يا سلام. يعني ازاي ان انا ما استناش المرض يجي. هي. يعني انا حضرتك دلوقتي البشره جمالها، نضرتها، احمرارها، نعومتها، اللي هي تبقى لمعتها، ده كله من خلال الطب التجميلي الهرموني. ده ممتاز. يعني يا ريت ندي فيه بقى حياتك تتكلم معانا براحتك في الموضوع. حادثا ان احنا بنعتبر امراض الغدد الصماء حينما يكون الهرمونات عاليه او واطيه. يعني انا لقيت مستويات الهرمونات هرمون واحد او اكثر من هرمون، يا اما واطي يا اما عالي. أيوة. فانا هقول هناك خلل هرموني، يعني مرض غدد في الغدد اللي بتطلع الهرمونات. طيب. سواء بكت الغده الكظريه، الغده الدرقيه، الغده النخاميه، غده المبيضين، غده المخصيتين، واخد بال حضرتك، الغده الفوق كلويه او الكظريه اللي انا قلت عليها، غده البنكرياس مثلا، ده كله بيندرج تحت امراض غدد الصماء. دلوقتي بقى مش هنستنى ان يكون، لن ننتظر ان يكون مستوى الهرمونات غير طبيعي. مش هنتظر يعني. انت حضرتك شرفتينا مثلا في سن معين،
وقلت لنا والله يا جماعة أنا خايف في المستقبل، أو هي خايفة أو هو من هشاشة عظام، خايف في المستقبل إن هشاشة العظام هيبقى لها تأثير سلبي على الشكل والطول بتاع الإنسان. يعني الإنسان بتلاقيه اتبطط كده، أيوة. كل ما يكبر في السن اتبطط وانحنى وقصر، وكل واحد يبص على جده. تبص الولد اللي عنده 20 سنة حتى لو كان طوله مش عالي قوي، كان جده طويل مثلا 180 سنتي وهو سنه وطوله دلوقتي 170، يجي يسلم على جده يلاقي جده يا عيني بقى 160 سنتي. أيوة. يعني خس 20، نزل 20 سنتي. العضلات كمان بتبقى ضعيفة. ما هي كله بيترتب على بعضه، بس هنا اللي بيبوظ السكيلتون اللي هو الهيكل العظمي. الهيكل العظمي بيتغير شكله. وخلي بالك الانسان جماله في شكله الهيكلي اللي هو مفروض كده. طب دي المشكلة حلها ايه؟ لا ده حلها طويل، بس هو في حاجات حلول كتير. يعني قصدي في مشاكل كتير، عم نستعرض المشاكل. قلنا ان تقدم السن بيبقى فيه هناك تغيرات في الهيكل العظمي، يبقى دي هنشوف الغدد تستبق اصلاحها ازاي. مش هستنى لما اوصل لكده، مش هوصل لكده وهيبقى في اختلافات موجوده، لا انا مش، انا هبدا اعالجها بدري. من عمر كام تقريبا نبدا يعني نهتم؟ بالنسبه للرجل ممكن ابدا من 45 سنه 50 سنه 60، ممكن 55. هو كده لسه صغير؟ نعم. هو كده لسه صغير؟ لحد لا ده انا عايز اقول نبدا بالثلاثينات. لا ثلاثينات بدري قوي في الغدد الصماء، يعني بدري قوي، الا لو كان هناك تغيرات في الجسم اللي هنقولها لسه. بس احنا خدنا حاجه وانت نطيتي معايا. لا اصل يعني عايزه، مش عايزه، اصل الكلام مع حضرتك بيجري بينا وبيبقى فيه نقط مهمه عايزين كل حته. ما انا لسه هرجع لها، بس انا الاول باجمل. يعني هنتوه؟ لا مش هنتوه، انا الموضوع كبير. لا ما انا ما توش، واخده بالك؟ انا باجمل وبعدين اعمل تفاصيل لحاله او حالتين وبعدين نكمل المره الجايه ان شاء الله. اتفضل حضرتك. فهو الهيكل العظمي ده اللي شكله بقى غريب، ايوه واخده بالك، كل انسان يبدا ينحني ويعرض ورجليه تتلوى، ويبقى القصر كمان مرحله من الراس لحد بدايه القدمين، لان القدمين اللي تحت دول ما بيقصروش قوي، اللي بيقصر العمود الفقري الظهر. الظهر يعني الانسان من هنا لحد وسطه من تحت لحد الهانش. نعم. تلاقي ابقى عامل كده. لذلك تبص تلاقي الست اللي كانت جميله ومفروده، يمكن حتى المانيكينات بتوعنا والفنانين المشاهير بتوعنا السيدات، أيوة. طبعا مش هسمي حد، يبصوا عليهم السادة المشاهدين لو كان تواجد لهم يعني صور. أيوة. وده نادرا ما هيحصل، فنلاقي الرجلين طوال زي ما هم، الرجلين لحد الهانش، ومن الهانش للاكتاف بقى صغير الجزع بقى. الجزع. برافو عليكي. بس احنا معلش مش كل الناس هتعرف الجزع، بس الجزء صح. فانا الجزء صغر، تبص تلاقي رجليه طويله والجزء فوق كده، ده شكله. احنا لان هنا الجزء اتضغط على بعضه طبعا، هناك في تشوه في شكل القامه بتاعه الانسان اللي هو كان غزال ده الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ محمود، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ انا 36 سنة وطولي 170 سنتي ووزني 95. سؤال حضرتك ايه؟ كنت عايز اعرف يعني هل انا دلوقتي اقدر يعني، انا بصراحة بعاني من موضوع قصر القامة ده بالنسبة لزمايلي واصحابي والناس عندي في الشغل برضه. هم اقصر من حضرتك طبعا. لا انا اللي قصير ده، انا 170. 170 مش قصير ولا ايه؟ طيب انا هاخدت البيانات. لا يعني 170 انت قصت طول حضرتك ازاي؟ ما انا عملت في قست وزني وطولي في الصيدليه فلقيت. طيب حضرتك اما قست 170 معلش ثواني، والوزن 95. انا لسه عايز اطمن عشان حاجه، اصل 170 انا شاكك فيها الناس 170. فانت حضرتك لما قست طولك في الصيدليه قلعت الجزمه؟ طبعا انا طلعت على الميزان حاشي. و170 وبتعتبر نفس حضرتك قصير؟ والله بالنسبه للي بشوفهم او الوسط اللي انا فيه بلاقي نفسي في بعض الاحيان كده بحس ان انا قصير بالنسبه لهم. حضرتك يعني. حضرتك بتشتغل ايه يا فندم؟
نعم. العمل ايه؟ الوظيفة ايه؟ الشغلانة ايه؟ انا مندوب مبيعات. طيب هقول حاجة قبل لساتك. انا دلوقتي حاسس ان رغم ان انت 170 ان حضرتك قصير القامة. نعم. يعني انت حاسس نسبيا ان حضرتك قصير القامة. انا في حد فيها في معايا واحد زميلي 173، فكل شويه يقول لي يا ابني البس جزمه كعب عالي شويه عشان سواسيه مع بعض يعني. استاذ محمود لا ده هم بقى في داخلين في جزء العمالقه كده اللي حياتك متضايق منهم دول. لا يعني دايما يحسسني بالنقطه ديت ويتكلم فيها باستمرار ان هو الفرق ما بيننا مش حاجه كبيره قوي للدرجه. هو سنه كام سنه يا استاذ محمود؟ سنه كام سنه؟ هو معايا برضو هو 35، هو اصغر مني. متجوز ومخلف ولا لسه شاب؟ يعني معاه 3 اولاد. وحضرتك متجوز ومخلف؟ لا انا لسه ما اتجوزتش، انا لسه عايز. طيب حضرتك البلوغ عند سيادتك، احنا ما طبعا فيش حد يعرفك، انت بتتكلم بالتليفون، البلوغ طالع طبيعي عند سيادتك؟ لا انا ما عنديش مشكله في البلوغ، انا كل المشكله اللي عندي في الطول بس. لكن انت ما اتجوزتش ظروف اجتماعيه يعني؟ مش ظروف مرضيه؟ لا ما فيش ظروف مرضيه خالص. طب الحمد لله، شكرا جزيلا. عموما حضرتك 36 سنه، يعني سمعنا ازاي نحافظ على ال 170 بقى، مش احنا ممكن ما نزودهمش بس نحافظ على الطول ده. تابع حلقتك. هو انا بحافظ قدر الامكان، لكن هي البوينت عندي في المقارنه مع الاخرين. هو ممكن يكون في غلط في القياس، ممكن حياتك اقل من كده ربما يعني. يعني انت مثلا، طب هي برضو الاستاذه وهي بتتكلم كلامها مظبوط، يعني انت فعلا بتحس ان ال 173 اللي هو يكبرك او يعني 3 سم طوله يزيد ب 3 سم، يعني 3 سم اللي هم دول خبر حضرتك دول 3 سم يفرق قوي يعني؟ يفرق، يعني انت حاسس ان في فرق كبير فعلا عشان بتتكلموا لازم تبصوا له فوق كده؟ هو يعني في بعض الاوقات لما بيبقى واقف جنبي بيقول لي ما تلبس. لا انت سيادتك سيبك من اللي هو بيهزر معاك، سيادتك هو بيهزر مع حضرتك. لا هو انا كنت في البدايه فاكرها ان هي ايه هزار، يعني كان في البدايه كده مره واتنين كنت فاكرها هزار، لكن بعد كده لما لقيت الموضوع عنده مبالغ فيه واوفر يعني زياده عن اللزوم، ابتديت يعني اخد موقف منه وابتديت برضه اتجنبه في الحوار في الكلام في ان انا اقف جنبه، نتيجه ان هو بيشيل النقطه ديت باستمرار. طيب حضرتك هو الوحيد يعني اللي في المؤسسه اللي بتحس ان هو اطول ولا كل الناس؟ لا في الغالب الاعم في ناس كده معينه ما بقف جنبها واقرب منها احس ان انا قصير بالنسبه لهم. لا طب هو اللي هو 173، انت عارف الرقم ده عشان انا اعرفه انا كمان دلوقتي، انت فعلا اما بتيجي تكلمه لازم تبص لفوق يعني راسك تبقى عامله زي ما انا عامل كده؟ لا انا ولا راسك قدامه؟ انا عارف ان اللي فرق اللي ما بيني وما بينه 3 سم هو مش حاجه لا تذكر يعني، لكن هو دايما انا ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على حضرتك انت وانت واقف بتحس انك اقصر منه؟ لا بالنسبه لي مش عامله لي مشكله، بس انا لا مش مشكله، انا مش بتكلم استقبالك للوضع، انا بتكلم انت قياساتك اللي هي الـ 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 على الطبيعه. يعني انا مثلا بكلم المذيع قدامها وراسه قدام راسه، طب هي لو واقفه هرفع راسي لان بقت اطول مني، واخد بالك؟ ممكن تكون هي اطول مني ب 3 4 سم زي ما هي 5. انا ما خدتش بالي من النقطه دي بصراحه، لكن النقطه اللي بتزعجني منه ان هو دايما يقول لي ايه اصل 170 زي ما هي قالت الاستاذه، انت حضرتك طول ده حلو، طويل كويس، ده طويل كويس أنا جدا. انا حتى رحت فتره كده للجيم وبعدين لقيت ان حسيت ان ما فيش نتيجه، يعني ما حسيتش بنتيجه مثمره من وجودي في الجيم فبطلت تاني. لا هو حضرتك والله احنا بنعتبر يعني بدايه القصر القامه من 163، من 163 ل 170 ده اللي بنسميه المقبول جدا، متوسط الطول. من فوق ال 170 حضرتك ده بدا الطويل، وعلى فكره كل ما يزيد ما يبقاش ميزه، يعني افرض مثلا 174 173 زي الفل، طب 178 لا طويل قوي ويبقى محن عاده. ايوه واخد بال حضرتك؟ فمش اتفضل اقفل وانا هكمل. تابعنا يا استاذ محمود عشان نحافظ على الطول ده 170 الحلقه دي. يعني هو الفكره دي فكره خاصه جدا. لو كان 170 مظبوط
يعني انا اخشى ان يكون 160 مثلا وهو سمعها 170. 160 طبعا قصير. طالما عامل مشكله كده يعني. انا مش شايف ان هي ما تستاهلش بصراحه. ما يستاهلش، وبعدين اصل ال 3 سم دول مش هيبقوا باينين خالص. واخد بال حضرتك؟ فكون ان الاخر اللي بيكلمه ده لا، يبقى في اكتر من 7 سم. طب لو فرضنا يا دكتور ان هو 160، تنصحه بايه وهو 36 سنه؟ هو في دلوقتي من ناحيه التطويل هنا في المرحله دي عشان ازود له 5 سم، يعني لو 160 او 165 ويبقى 170، في جهاز بنعمله ومتوفر ان احنا العظم بتاع الساقين من تحت بنطوله خلال 3 4 شهور. ممتاز. واخد بال حضرتك؟ يعني من 3 ل 6. خلي بالك السنتي بيفرق جامد جدا جدا. بس ما بيفرقش بقى في المقارنه، بيقفل في الشكل العام. يعني انا مثلا لو وقفت انا مثلا 165 وفي واحد قدامي 168، مش هبوصله كده. هو هيفرق في المقارنه، مش احساس هيبقى ان انا قصير عنه. أيوة. لكنه انا شكلي اقصر منه. ايوه واخد بالك؟ لكن انا بتعامل عادي. لكن عديت الحد الادنى المطلوب، يعني اللي هو نقول 165. خلينا 165 ممكن بالجهاز. انا مالي، افرض واحد 190 سم، انا مالي، مش مشكله. يعني انا 165 مقبول جدا وانا ماشي وبسلم وبعمل، ولا سيما ما عدي 168. 168 ما ده مش قصير خالص. لا ما يتقال. انا استغربت ان هو بيسال عايز. طب بالنسبه بقى اللي انت بتقولي، افرض 160 نقدر نجيب له 5 سم بالجهاز. الجهاز ده له طريقه معينه ان احنا بنركبه في الرجلين بعمليه بسيطه تعتبر. وهو بيطول العظم، كل شويه نبعدهم عن بعض، نبعدهم عن بعض العظم، هما ينمو 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 ينمو، يجيب ال 5 سم. ده لكل الحالات اللي عدت مرحله البلوغ. بالظبط. نقول لهم كل الحالات اللي عدت مرحله البلوغ. واخد بال حضرتك؟ وهذا الجهاز مضمون عالميا ومعروف وبيشتغل، بنشتغل بيه. يعني النتيجه في خلال قد ايه تظهر تقريبا؟ يعني مثلا ادينا 4 ل 6 شهور. لا دي بسيطه قوي. يعني ده حل بصراحه. لان التطويل هنا بيبقى احنا كل ما بنوسع المسافة تتملي، نفس المسافة تتملي 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 وهكذا يعني. شوية بشوية. طيب يا دكتور معانا اتصال تاني. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا هدى، إزيك؟ الله يسلمك. سؤال حضرتك إيه؟ أنا عندي ابن، ابني عنده 12 سنة وطوله 132 ووزنه 29. تمام. 12 سنة. أيوة. هو يعني هو كده داخل أولى إعدادي إن شاء الله. يعني خلص ال 12 سنه ولا لسه في شويه؟ لا هو داخل اولى اعدادي، هو كان في سنه 6 وداخل اولى اعدادي. ما ممكن يبقى 11 ونص او 12 ونص. يعني العمر بالظبط ايه؟ العمر بالظبط كام؟ 12 سنه. تم ال 12. طيب. دلوقتي بدات علامات البلوغ تظهر عليه؟ ايوه. طيب حضرتك زي ما لو كنت تابعتينا في الحلقات السابقه، علامات البلوغ نوعين. في النوع اللي هو يبدا صوته يدخن شويه، شنبه يخط زي ما احنا بنقول، بعض الشعر موجود تحت الابط والعانه، او صدره نفسه الثديين في هو صوت. طلع له شعر في العانه وتحت الابط. طب الثديين ما فيش كورات كده مكان الحلمتين؟ لا. يعني بيبقوا حضرتك قد مثلا السودانيايه، الا اصغر من السودانيه بقى، بذر الحمصايه. طيب انا هنحسبها ونكلم سيادتك حالا. ماشي يا هدى، اسمعي دكتور محمد من التلفزيون. هو كام يا ست اديني؟ هو دلوقتي 12 سنه، طول 132، الوزن 29. اسالك انت تحسبيها ولا انا احسبها؟ طيب احنا قلنا 12 سنه اول 4 سنين هيبقوا كام؟ اتفضل. متر. متر اول 4 سنين. طيب 4 يتبقى كام من عمره؟ 8 سنين. 8. كل سنه بعد ال 12 بعد الاربع سنين دول بنحط 6 سم. هو من 6 ل 7 خليهم 6، فناقص 8. ال 6 في 8 بكام؟ 48. وكان عندنا بالاربعه كام؟ متر. متر. يبقى المفروض طوله 148. هو دلوقتي كام؟ 132. لا قصير قوي. قصير. الفرق 16 سم ولا انا غلطان؟ صح كده. لا قصير جدا. قصير. قصير جدا. وهي شايفه وملاحظه. بس ده اللي احنا اتكلمنا، يعني كده المفروض تبحث عن هذا الموضوع. يعني حضرتك احنا دلوقتي في 12 سنه وبدانا البلوغ، هو الفتره الجميله اللي احنا فيها دي احسن فتره يتعالج فيها. ليه؟ لان واضح ان بدا هرمون التستوستيرون يطلع من الخصيتين.
علامات البلوغ. علامات البلوغ، ما معنى علامات البلوغ دي؟ اللي هي العلامات الثانوية. نعيدها برضو، بس احنا فاهمين ان احنا بنتكلم كلام مفهوم، واللي قلناه قبل كده الناس هم قاعدين لنا زي الدروس الخصوصيه. لا لا لا، في ناس جداد والقدام برضو يعني كانهم جداد. اتفضل يا دكتور. علامات البلوغ يا جماعه هي مهمه ليه؟ لان اول ما البنت بتبلغ ويحصل لها حيض تقريبا النمو بيقف، يعني ممكن تزيد 4 5 6 7 سنتي على اللي موجود، الله اعلمه. طبعا لكل قاعده شواذ اكيد. بينما الذكور بيبدا معدل النمو بعد البلوغ، يعني الولد اول ما يستحلم، واخد بال حضرتك، البلوغ بيبدا ان كان قبل البلوغ بيزيد 6 سم في السنه، في الشهر، في السنه، هيبدا يزيد 3 أو 2. صحيح هيقعد 3 4 5 سنين، لكن في النهايه مش هيحط اكتر من 7 8 سم. واخد بالك؟ انا ما قلت في البنات حتى 7 8 سم، عاوز اكون متفائل، ده ممكن يحط 3 سم بس، والرجاله يحطوا 7 8 سم اقصى حاجه. فلو احنا فضلنا عند 132، مش هو 132، ايوه هو 132، وناقص لنا 16 سم، لا مش هيجوا ابدا. لا مش هيجوا ابدا، لازم تدخل طبي. لازم تدخل طبي. هنا بقى لو الناس اللي متابعينا قبل كده، الساده المشاهدين متابعينا قبل كده، احنا قسمناهم امتى انتظر، امتى افكر، او يعني امتى اسيبه لطبعه، وامتى انتظر، وامتى لازم ادخل، وحطينا العامل المادي والقدره الماليه والاقتصاديه في الموضوع، لان قلنا العلاج غالي جدا. هو الاخ الفاضل والاخت الفاضله اللي هو ابن بنتها، ايوه، ده من الناس اللي انا لو معايا 100 جنيه اروح اصرفهم عليه، ما استخسرش فيه. لا ما استخسرش. هنا مفيش وقت للتفكير. يعني انا مثلا الولد ده هجوزه في شقه 4 اوض او 3 اوض، لا اجوزه في اوضه وصاله. وخصوصا ان احنا شفنا حد متصل قبل كده الاستاذ محمود، ووصل 100 طوله 170 ومتضايق، هو ده لسه صغير، طفل مش حاسس. لا انت هنا كرنا بقى حضرتك، هيبان بقى قدام. لا احنا قلنا الاستاذ محمود، يا استاذ محمود انت 35 سنه والموضوع ده، لو انت حقيقه 170 سنتي، لا ما تفكرش في حاجه ولا تصرف حاجه. قلنا له كده. لا انا بقارن الاحساس بالانسان بذاته بقى وقت البلوغ. معلش، ما هو برضه هو حس اللي حسه، بس انا دوري اقول له تنفع تتعالج ولا ما تتعالجش. اه طبعا. يعني افرض واحد جالي 170 سنتي وقال لي قدامه اهو نص مليون جنيه ويلا عليك يا دكتور محمد، هعالجه؟ هنعمل له الجهاز. هو حر بقى. لا انا هفضل اقنع فيه اني بلاش. تمام. طب لو اصر اقول له خلاص اللي معاه ايه قرش محيره، قرش محيره تجيب في، لا هي حاجات في مصلحته هتريحه، ايه المشكله؟ انا موافق، بس زي ما احنا كده بندور على الجمال لا بس برضه المفروض يبقى فيه امانه. يعني انا حضرتك طبعا. انا جالي واحد طوله 170 ودماغه عاوز 175، انا هبذل معاه مجهود كتير ان ده لا. ايوه. طب يا عم انت معاك نص مليون جنيه، عندك حاجه تاني نص مليون؟ لا ابدا، ده انا عاوز اقطعهم او اولعهم. لا ليه؟ اقول له طب خلاص تعالى. لكن المفروض قال لا ده انا هاجل جواز بنتي مثلا، او بابا المفروض يعمل له عمره او حجه او بتاع وهاجلها عشان اطول 5 سنين، ده انا مش هرضى. هو حر بقى يروح للي يعمله اللي يعمله، بس انا مش هعمل. خلاص، يبقى هدى لازم تلحق العلاج دلوقتي، احنا في الفتره الذهبيه انها تعالج. بالنسبه لمدام هدى الولد ده ناقص 16 سنتي غير متوقع انهم يجوا طبيعيا، لازم بالعلاج. واي يعني بصي هنا يصغر المال امام هذا الموضوع، لان هو دلوقتي 12 سنه، قولي هيحط يا ستي كمان 20 سنتي القفزه اللي حضرتك بتقول عليها دي، 152 سنتي. احنا قلنا الرجاله بيبداوا من 164 163، ده لو جاب ده 163 مقبول و164 مقبول، ايوه، لكن 158 ناقص، امال لو فضل 152 او 55، لا قصير جدا. صح، احنا اتاخرنا يا ست الكل، اتاخرنا قوي. نرجع بقى يا دكتور لحوارنا، احنا عايزين نقول قصر الجذع بعد ما بنعدي سن ال 60. طب احنا ليه الستات؟ لا الستات بيبدا من سن مع انقطاع الدوره الشهريه، نقول من الخمسينات. والله حاله حسب اتقطع عندها امتى، يعني افرضي هي اتقطعت 42 يبقى خلاص نبدا 42، افرضي 35، في ساعات بنسميه سكندري اوفيريان فيلير، يعني ننتظر لما تقطع خالص. ما اما بتقطع خالص 35 ده خلاص. انا عايزه الوقايه. لا ما انا هقول لك، الوقايه ليست وقايه هرمونيه حتى انقطاع الدوره الشهريه. اوكي.
بتبقى وقاية عن طريق ان احنا نقوي الهيكل العظمي عن طريق التعرض للشمس. قلناها قبل كده تلت ساعة، قلنا 20 20 20. الساعة حضرتك الساعة 8 الصبح لمدة 20 دقيقة 20% من الجسم. 20 دقيقة من 8 الصبح، من 8 ل 8 وتلت، يعني تقعد في بلكونة، تقعد في شباك، تقعد في حاجة، واخد بال حضرتك يعني نلمس حاجة زي الطب اللي انتوا بتسموه هنا كده، واخد بال حضرتك. والجزء ده 20%. هما يتصرفوا بقى، هما برافو عليك، هما يتصرفوا. احنا ما احنا عايزين نتعرض للشمس. طيب يا دكتور محمد، والشمس الناعمة الهادية اللي هي مثلا من 7 الصبح، يعني في الصيف كده 7 الصبح واخد بال حضرتك لحد الساعة 10 الصبح او قبل الغروب. والله انا اللي احبه الصبح احسن، لان الشمس بتبقى طالعه صاحيه. طب في حاجه انا ملاحظاها دايما في الزعماء والرؤساء، بيعدوا ال 80 وساعات ال 90 وتلاقيهم جسمهم مفرود وقوامهم ممشوق. هم كانوا عارفين ان هم هيبقوا زعماء، ولا في حاجات حديثه ممكن نستخدمها؟ لا، هم الناس دول حضرتك عندهم من الرفاهيه ان هو يستعمل الطب بتاعنا. ما الطب اللي انا بقوله ده الحديث حضرتك، يعني هو كان مش عنده حديث 20 سنة مش حديث. عارف انه هيبقى كده. لا. لا 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 لا، ما انا اتفقنا قلنا الرجالة نبدأ نهتم بعد الخمسين، والستات اول ما الدورة تقطع. الناس دي اللي هي واخدة مناصب سياسية بالتأكيد، وما نطش النهاردة بقى زعيم ده من زمان، الناس دول بيلجأوا الى الطب. ايه طب الرفاهية ده اللي انا عايزة بقى اسمه وكل واحد يقدر يعمله من دلوقتي طب الرفاهية. مش لازم يكون مش لازم، ما هو معنى ان انا زي ما انت بتقولي ما قبل حدوث الحدث فهو رفاهية، واخد بالك؟ ولا سيما ان هو الرفاهية دي على الاقل مش هيحصل تدهور، ان لم يأتي بتحسن فلن يحدث تدهور. جميل جدا. وطب الرفاهية ده حضرتك مين هيكون غير الزعماء اللي هيجروا له؟ يعني لا، ما احنا هنوصله لكل بيت دلوقتي مع حضرتك في حلقتنا، هنتوصله. ده انا عاوز اقول لك ممكن يكون مليونير وما يهتمش، بنزود الوعي. السياسيين هم اللي بيهتموا، لان دول وجهه، فالوجهه هو كل مهمة. واحد يحب يبقى وجهته حلوه بغض النظر، بس يقدر. هو عموما برضه احنا هنقول ايه، ان هو يعني انا لا شك ان العمر هيؤثر طبعا، ولكن نحد من تاثيره، نقلل من تاثيره. ممتاز. نقلل بقى قد ايه؟ 50% 30% 70% 80%. ما يحدث على سن 80 مثلا حضرتك يتاخر لسن 90، ما يحدث على سن 70 يتاخر لسن 80. طب انا هسكت بقى واقول لحضرتك هنعمل ايه؟ انا مش هتكلم. ما هنعمل ايه؟ احنا لازم نشوف الاول، قلنا اول حاجه اللي هو البناء العظمي والشكل والهيكل العظمي، وده اللي بيحدد الجمال، حتى شكل الجمجمه بيتغير. ايوه. يعني تلاحظي مثلا يعني حاجة أنا تزعجني جدا جدا جدا، الجماعة زملاتنا بتوع الأسنان حينما يركبوا أسنان أو يزرعوا أسنان للسن ما سني أما فما فوق، بتلاقي شكل بقه غريب. يعني بص لإيه يعني طقم، مش عايز أقول لفظ، فيه ضب كده. هو الطقم دايما يطلع كده لأنه هو بنى الطقم ده حضرتك على ما كان عليه ما قبل الأربعين، وهو دلوقتي حصل ان العظم بتاع الفكين اللي فوق واللي تحت حصل له حاجه بنسميها في الطب ريزوربشن، يعني البون ريزوربشن اللي هو تاكل في العظام. فبدل ما كان الفك العلوي عامل نص دايره كده جميله او يو شيب حلو كده، بقى صغير كده، هو بيركب له الطقم على الواسع. ما هو يا دكتور بياخد المقاس. لا، ما في الوقت الحالي معرفش، هم عندهم عيب انا مش فاهمه، كل الناس ياخدوا بالهم ان كل اللي عملوا زراعة اسنان بقى بقه عريض كده، ضحكته عريضة، يعني مفلطح من المنطقة أنا دي. انا بلاحظها فعلا. يعني مش ماشي بالانسيابية دي، من هنا نازل، لان المنطقة دي اتاكلت العظام من هنا، حصل لها ريزوربشن اكيد، فهي كانت عاملة اللي هي عظم الوجنتين والعضلات وقعت برضه. والعضلات وقعت، هو مصر هنا يروحوا طالعين لبره، طب الشفتين طالعين مزقوقين، ولما يضحك بيبقى شكل غريب جدا. ده مين ده؟ عند مين ده الكلام ده بيحصل؟ كل الناس. ده انا شايفه عند ناس مهمه جدا. يعني انا يعني بالتاكيد ان هم راحوا لاعلى حاجات طبيه تكميليه رفاهيه، ما راحوش لغدد الصماء. لا، سواد الصماء احنا ما بنشتغلش في منطقه محدده. لا. احنا بنشتغل على الجسم كله، دي الميزه. يعني انا حضرتك عاوز احافظ على القوام العظمي صحيح بشكله الجميل، اللي هي البنت بتاعه 30 سنه و25 سنه. فين يا دكتور الحل بقى؟ ما الحل حاضر، لسه ما سمعتش. ايوه، قلنا ما قبل انقطاع الدوره. ايوه، نعمل ايه؟ بيكون ان احنا ناخد فيتامين دال وناخد كالسيوم.
الكالسيوم ما قبل انقطاع الدورة في صورته الطبيعية. البان البان أهم حاجة، أعلى حاجة فيها كالسيوم ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للبن. ومعاه فيتامين سي. لا لبن الجاموسة لا مش هينفع كده. طيب. لأن كل حاجة الكلمة اللي أنت قلتها دي فيها خمس دقايق كلام. بس حضرتك قلت لنا الحلقة اللي فاتت. ما أنا هحاولها بس هحاولها ليه؟ طب اتفضل. فيتامين سي لا يبقى أنا كده اتعودت زي الجماعة اللي قاعدين كده بيقولوا طب يعني خفيف. فالفيتامين الكالسيوم هنا اللبن أعلى حاجة في الكالسيوم. اللبن قلوي مش حمضي. والكالسيوم يمتص في الميديم يعني ايه في الوسط الحمضي وبالتالي يمتص جوه المعده ويمتص في بدايات الامعاء. هنا احط فيتامين سي ليه؟ عشان يحول الوسط الى حمضي. طيب يزود حموضه اللبن. اوكي يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن توطي صوت التلفزيون؟ تسمعيني بالتليفون؟ طب وطي صوت التلفزيون الاول. اتفضل. انا دكتور محمد معاك؟ انت أيوة. لسه اتفضلي بتقولي ايه؟ صوتك لسه التلفزيون عالي. انا عايزه اسالي سؤال من مية. طب اتفضل. انا طولي 160 160 ووزني 55. وزنك 55 ها؟ عمرك كام؟ 16 سنة. 16 سنة. عايزة أعرف من كده كويسة ولا لأ؟ طولة. تسأليها أنت بقى؟ يا دكتور رفعت صراحتك موجود؟ لا اسألي اتفضل. لا والله اتفضل حاجة. هي عايزة تعرف هي كده كويس ولا لأ؟ لا ما في أسئلة تانية، هي 16 سنة. اتفضل يعني يا دكتور. في أمل تطول تاني ولا لأ؟ في في أمل إنها لسه طب إيه اللي هيحدد معدلات الطول المستقبلية بالنسبة لها؟ مدى البلوغ يعني بالظبط كده. انت يا بنت الدوره جت لك بالها قد ايه؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. طيب. اربع سنين كده. اربع سنين، طولت خلال الاربع سنين قد ايه؟ كنت بتتابعي؟ كنت بتابع زين. يعني كنت بتتابعي طولك بعد ما الدوره جت لحد دلوقتي الثلاث اربع سنين دول؟ لا انا 600 انا 660 يعني من زمان كده. ايوه ايام ما الدوره قطعت. أي بدات. متاسف ايام ما الدوره بدات. ايوه. فانت عايزه تقولي ال 160 دول حلوين ولا وحشين؟ مش كده؟ ايوه. طيب اتفضلي اقفلي. ماشي شكرا ليكي. اسمعينا من التلفزيون بقى. ايوه عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تقولي حاجه؟ يعني اختي جدت اختي عندها 15 سنه و65 كيلو وطلعت برضه 62. 15 سنه و65 كيلو. الدوره جت لها امتى؟ لسه من سنتين كده. من سنتين. طيب من سنتين. طيب يا سيدي. طب اسمعي الحلقه بقى للاخر وهتسمعي الرد من الدكتور محمد. الاسئله دي اسئله جميله جدا 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 ودي حاله معي. تطبيقيه لما قلناه خلال الشهرين الماضيين. مجهود يعني حضرتك بقى ظهر على لا ده تطبيقي عشان يبين للناس ان احنا بنتكلم من واقع. ايوه. مش بنتكلم كلام نظري. خلي بالك هي قالت ان انا 16 سنه. الدوره عندها من 3 سنين بدات. وهي طولها ال 160 سنتي ثابت من بدري. من بدايه يعني الدوره. من هي بقى ما ربطتش. من ثلاث مش احنا قلنا حدادها تقريبا اما بتحصل الدوره في الاناث الطول بيقف. ايوه. وان حينما انا يعني اتعشمت في الله خيرا ان هي تزيد 3 4 5 سنتي ما بعد الدوره ده كان امل كبير ونتمنى انه يحدث. لكن في الحقيقه ما بيزيدوش. فهي البنت بتزادت كله قبل الدورة ما تحصل خلال السنتين ثلاثة من أول تقور الثديين عند الحلمتين كده تلاقي موجودة قد الزيتونة أو قد بذرة الزيتون. أيوة. واخد بالك كورتين دول ده بداية البلوغ في النسوان والست البنات يعني. أيوة. واخد بال حضرتك. أيوة. النساء ده لفظ علمي. أيوة طبعا. فالفيميل زي النساء أو الأنثى بالعكس الأنثى اسم مش حلو. مش مشكلة يا دكتور. فهو دول موجودين الدورة بتيجي بعدهم بقد ايه؟ بسنتين. فترة السنتين دول بيطولوا كويس قوي. اللي ما تطولش في السنتين دول تيجي بسرعة. قبل ما الدورة تيجي. لأن بعد ما الدورة تيجي الخلايا اللي مسؤولة عن الطول في العظم بتقل بنسبة 90%. حتى لو ادينا علاج. صحيح العلاج بيرجعها تاني إلى نسبة مثلا 40-50%. ولكن لن تكون 100% ما قبل ان الدوره تكون جت. فانا عايز اخد الارض خصبه خصوبه الارض
وخصوبة الخلايا العظمية المسؤولة عن الطول كعدد وكفاءة قوة أصلا بتنقسم. أيوة. يعني دي عاملة زي الزرعة اللي لسه طالعة من الأرض. أيوة. لسه ما شابتش في بدايتها، فالانقسام سريع لحد ما تطول، بعد كده يبقى انقسام بطيء جدا. فأنا بحاول أديها هرمون من بره، بدل ما بتلف براحة تلف أسرع، لكن زي الأول ما أعتقدش. فمن هنا حتى كمية الأدوية اللي هنديها لأنها مكلفة، سواء هرمون نمو أو ما بعد هرمون النمو أو ما بعد هرمات أخرى، بيكون تأثيرها محدود ما بعد الدورة في البنات. طيب إيه بقى هي اللي استفادته دلوقتي بالاتصال بتاعها؟ 160 مش وحش في البنات. مش وحش. 16. هو وحش في الصبيان. واخد بالك؟ أدام وقفت على 160 كويس. طب 158 بنسميه البوردر لاين. يعني البنت الاموره المقطقطه كده اللي ايه ماشيه. لا بقى ده قلت الله يرحمها الفنانه الكبيره فاتن حمامه، ده لا بتهيألي كانت 100 حاجه و50، يعني 51 52 كده، او يمكن اقل حتى 148 كده يعني. واخد بال حضرتك؟ لا الفنانه فاتن، وفي فنانات كبار موجودين وموهوبات وكده بقى بالصوره يعني دون ال 155. يعني احنا دايما مع 160. سعاد حسني على فكره ما كانتش طويله خالص، ما كانتش طويله، ما احناش عاوزين نقول بقى للباقيين، لكن الله يرحمها ويحسن اليها برضه السيده سعاد حسني كانت برضه اعتقد ما تعديش ال 146 148 خالص. واخد بال حضرتك؟ هي في الرجال اكتر يعني اهميه. لا والله والبنات برضه يعني، بس احنا بنقول ايه؟ البنات مهمين، بس البنت بتبدو طويله يعني طبيعتها. في فرق بين الولد حوالي 7-8 سنتي فيما تظهر عليه. يعني الواد اللي هو 160 ده، شوف هي 160 دي 100 100، ال 165 يبقى طولها في الشكل العام. ايوه ايوه، يعني هنوزنهم هنلاقيهم كده، لكن هي دخلت وهو دخل من باب تاني، نقول لك ده طول بعض. تكوين العضلي ليه هو كولد بيبقى ايوه بيخليه بيحد شويه من طوله. برافو. لان الاكتاف بتبقى كبيره، واخد بال حضرتك؟ أيوة. وعضلات الساقين، فالساقي بين انه تخين ومكعبر غير الانثى بتبقى مفروده. واخد بال حضرتك؟ ايوه صح. طب 160 اختها بقى ال 15 سنه اصغر منها بسنه، يؤكد كلامنا. ايوه، لان هما الاثنين واقفين من وقت الدوره بينهم سنه. ايوه، دي مثلا الدوره جت لها سن 13 اللي هو من 3 سنين، وده جت لها 13 من سنتين، الاثنين واقفين. واقفين وربطوا عند 160، هل في احتماليه يزيدوا؟ قد ايه؟ سنتي 2 سنتي 2 بكتير قوي 3. و163 في البنات حلو جدا. طبعا. ولكن لو جالي ولد بقى بالكلام ده، واخد بال حضرتك؟ انا برضو بعديها، يعني ولد 160 سنتي وما معهوش فلوس وسنه 15 سنه او 16 سنه، والله نتمنى يجيب الاربع الخمسه سنتي دول لحد سن 18. احتماليه 50%، وانما معهوش فلوس. طب معاه فلوس وهيجيبهم؟ لا هنعالجه برضه، لان انا ما اخاطرش. ما هو عيب ان موضوع الطول ان له وقت تدخل. ايوه، لو جينا ما نتدخلش هيضيع منا الفرصه. لا ان شاء الله المكالمه اللي هتضيع. السلام عليكم. السلام عليكم. زينب، زينبو، زينه. صباح الخير. اهلا يا زينه، صاح النور، اهلا بيكي، منورين. الله يبارك فيكي بنورك. سؤال حضرتك. عايزه اسال، انا اتكلمت الدكتور قبل كده وحكيت له على بنتي، هو قال لي شوفي هي كم قد ايه يعني، وانا قلت انا شفتها وعايزه اقول له يعني. قستي الطول، اتفضلي دكتور محمد مع حضرتك. طولها قد ايه؟ هي عمرها 12 سنه وطولها 140. 12 سنه و 140. 140. طيب خليكي معانا بقى، احنا اتفقنا بنقيس ازاي عشان انت تغلطي ونعلم بعضنا. قول احنا بنقيس الطول ازاي؟ مش قلنا اول اربع سنين بيبقوا كام الطول؟ هيبقى كام؟ انا مش عارفه. متر. لا خليكي معانا، هي كده ناقصه 8 سنتي. انا حسبتها. انت حسبتيها؟ هنشوف. طب اتفضل. هي صح تقريبا. اتفضل. هي صح. يعني هو اسمها ايه؟ زينب؟ زينه. يا ست زينه، اسم كويس. فبص يا زينه، بنتك اربع سنين يبقى طولها متر. يعني احنا نقول كل الناس يا جماعه ابنك لما يوصل اربع سنين ويخلصهم يبقى طول المتر. طول المتر. المتر الخشب ده اللي بيقيسوا بيه الهدوم. ايوه. القماش. وكل سنه بعد كده 6 سنتي.
فاحنا لو شلنا من 12 سنه حضرتك اللي هو عمر بنتك 4 سنين هيبقى ناقص 8 سنين. يبقى 6 في 8 ب 48. ما هي قالت انت قلت صح والله. فهي طولها المفروض يكون 148 بدل 140، يعني ناقصه 8 سنتي. الاسئله اللي هنقولها بقى والناس المفروض كلهم حفظوها، مش عارف ايه اللي بيحصل كده. اللي بيتابعونا. هل هي الدوره جت؟ لا لسه، هو ده الحاجه الوحيده اللي مطمنه. الحمد لله. طيب حضرتك عند الحلمه بتاعت ثدييها في تقور كده قد الزتونه؟ بدات بقى لها قد ايه؟ تقريبا 6 شهور كده. طيب يبقى لنا سنه ونص طول. واخد بال حضرتك؟ يعني لو هي كانت مثلا من سنتين خاف، لان الدوره عاده بتيجي بعد تقور الثديين بسنتين، والدوره اول ما جت الاثنين اللي اتفقلوا عن حضرتك قبلها طولهم وقف. خلينا كده، ده يبقى دمنا تقيل. معلش، هو في امل ان نحط الاصعب. هنحط الاصعب، الله يفارق فيك. يبقى حضرتك هي دلوقتي 140، احنا عايزين 20 سنتي يا منى. نعمل ايه بقى؟ لازم تلحق نفسها. لا والله انا هي ناقصه 8 سنتي، ده كتير برضه. حضرتك تسمعينا بالتلفزيون عشان ما تتعبش. طيب اتفضلي اسمعي دكتور عشان تركزي محمد. في التلفزيون، لان دايما الواحد ما بيكون، حتى ما بيعملوا لنا، انا يعملوا لي انترفيو مثلا بالتليفون في اي قناه، الواحد هو بيتكلم في التليفون ما بيكونش زي ما كان مرتاح وبيتفرج، ولا زي ما بيكون هيستوعب. لا يا دكتور حضرتك ما شاء الله، ما احنا بنتكلم، احنا بنتابعك على كل القنوات، بس هنا الاساس صحه وجمال عشان انت فيها بس. طبعا ماشي، عوضنا على الله. اتفضل يا دكتور. اللهم صل على رسول الله. يبقى احنا 140، هحط برضه حتى عشان اخلص ضميري من ربنا. مفيش فلوس ننتظر السنه ونص اللي فاضله، كرم ربنا بقى، ونتمنى ان احنا نعدي 155 سنتي، يعني حط 15 سنتي هي اتبعها في سنه ونص. ايوه خلي بالك، ده يعني 10 سنتي في السنه، ده كبير قوي. صعب شويه. اتمنى ده لو ما عندناش فلوس، مع الدعاء بامر الله نحط يبقى طولها 155، وفي البنات 155 كويس جدا، مش وحش. طب معانا، لا نبدا بقى، نبدا من دلوقتي، ان 16 سنتي او قلنا كم ناقص 8 سنتي ناقصين كتير. واحنا دخلنا، عارفه ال 8 سنتي دول لو هو لسه الثديين لم ياتي تقورات كان ممكن يبقوا القفزه الجايه. الله يبارك فيك. لا ما احنا هنفضل نزيد 6 سنتي كل سنه طول ما الثديين لسه. لما الثديين يعملوا كده لحد الدوره اللي هو السنتين دول، تقريبا بتزيد مره ونص الطبيعي اعلى. بس بعدها الستاره بتنزل، مفيش طول، مفيش فرصه بقى. الفرصه ضاعت. هل الفرصه ضاعت بعد سن اللي هو بعد الدوره ما تيجي؟ لا ما ضاعتش بالنسبه لنا، لسه في شويه سنه. يعني لو هتزيد سنتي 2 سنتي في السنه او كده، اللي هو لحد مثلا 16 17 18 سنه، احنا بامر الله نخليهم بدل سنتي يبقوا 4، بدل 4 يبقوا 6. ففي برضه مجال للعلاج، في فرصه يعني سنتين بعد الدوره يكون في فرصه للعلاج، طول ما العظم ما قفلش انا عندي فرصه مع الاشعه التشخيصيه. طيب ودي الاشعه نقولها بقى، معلش قبل ده، اشعه عاديه على الركبه احد الركب ب 48 جنيه، وتقول للدكتور بتاع الاشعه لو سمحت شوف لي العظم فاتح ولا قافل عشان هشوف موضوع الطول، عشان بيكتبوا كلام فارغ. ايوه صح، اوكي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا فاطمه، ازيك؟ الحمد لله. ايه سؤال حضرتك؟ عايزك وطي التلفزيون يا فاطمه واسمعينا من التليفون. ماشي. حضرتك كلمتيني قبل كده صح؟ لا اول مره. طب اهلا بحضرتك، سؤال حضرتك ايه؟ عايز اكلم الدكتور. انا عندي 32 سنه. 32 سنه، ايوه. ووزني بينزل من 53، ما بستمرش يعني على 53، 51، 50، بنزل ممكن 49. يا او في الطول طويلة، يعني طولي كويس مناسب. يعني سؤالك انت ليه وزنك بينزل صح كده؟ وزني بينزل خالص، ممكن اجيب فتح شهيه اللي هو ابيدول و... طيب يا دكتور تسالي حاجه حضرتك، استخدمت اي حاجه شهيه بيزيد حاجات قليله يعني 2 كيلو 3 كيلو. طيب حضرتك متجوزه؟ وفي اولاد؟ عندي 3. ما شاء الله. والدوره منتظمه؟ مركبه شريط بس بتاخد يومين ما تنزلش يعني. ماشي مش مشكله كده، تبقى منتظمه برضو. حضرتك انت ما بتقعدي مع جوزك واولادك، اكلتك عاديه ولا المعده قافله؟ لا المعده قافله برضو.
لا يعني مثلا نتكلم على امبارح، انا معلش هضيع معاكي 3 4 دقايق. امبارح فطرت ايه؟ فطرت بسكوت ولبن. لا يعني ممكن يا دكتور نقول لها انت بتاكلي كويس وما بتتخنيش، ولا انت نفسك مسدوده ما بتاكليش؟ لا سيدي لا، سؤالك ده كده غلط في الطب بالصح. طب خليكي معايا، لانه ده بنسميه احنا لازم نفسر، احنا ناخد الاخطاء بتبقى في دي، ان انا باخد معلومات عاديه، انا بخش جوه العيان اتفضل وانا اللي اقرر. أمين. فانا هي بتقول بتاخد زبديه الصبح، تاخد عيش بلبن. ما شاء الله، قد ايه اللبن مثلا؟ شوف هنحسبه اهو، عيش قد ايه؟ عيش بلدي ولا عيش فينو؟ قولي يا فاطمه. قولي يا فاطمه. يا فاطمه هي راحت فين؟ هي تقريبا قفلت. طيب هقول لحضرتك، انت حضرتك تقولي نفسك مسدوده، ده نظام ريلاتيف بصفه عامه يعني. لا ريلاتيف يعني ايه؟ نسبي. نسبي. فالنسبي هنا انت تقولي نفسك واحده تاكل نص كيلو مكرونه وتقول لك وانا نفسي مسدوده. لا ما هي بتبقى عارفه انها واكلك. لا ما فيش حاجه اسمها كده، كل اللي جاي التخان انا ما بناكلش ونفسنا مسدوده. ماشي. اقول له ده تخان، يبقى بتاكل اكتر باللي انت بتاخد تاكله. وفي تخن كاذب وتخن مرضي وتخن حقيقي. يعني في دهن بجد وفي ميه وملح وفي هو حاسس انه تخين. الله. واخد بالك؟ فكل حاجه فيها تفاصيلها. احنا قدامنا دي خلصنا؟ لا لسه. طيب فهي دلوقتي بدايه بتاكل عيش بلبن ما شاء الله، يعني ده الصبح على الاقل 400 سعر. الا لما يكون حاطط سكر عليه بقى يبقى 500 سعر. او عسل 500 سعر. طب واحده بتفطر من 300 ل 500 سعر، دي تبقى ما بتاكلش؟ انت خدت فطار ايه النهارده حضرتك؟ نعم فندم. بتقولي لي حضرتك خدت فطار ايه النهارده؟ انا؟ زبادي. زبديه دي 80 سعر. هي ما شاء الله من 300 ل 500. طب نشوف احمد ونكمل؟ نشوف احمد ونكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ احمد السلام عليكم. هو زعل مننا، اصل في ناس بتقعد على التليفون كتير. معلش بس. السلام عليكم. ايوه اهلا اهلا يا استاذ احمد، السلام عليكم. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل سؤال حضرتك ايه؟ ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ حضرتك معاك الدكتور على الهواء، اتفضل. ايوه دكتور. نعم يا سيدي، اهلا بيك. سؤالك ايه؟ دكتور. اتفضل يا فندم. انت مش سامعنا. دايما معايا مغص على طول كده باستمرار ومساك. سنك كام سنه يا اخي؟ 19 سنه. بتشتغل ايه يا حبيبي؟ بتشتغل ايه؟ الوظيفه إيه؟ الوظيفه بتعمل ايه؟ طالب لسه هو شكله. انا عايز اسال يعني قاعد على المذاكره على طول؟ قاعد على طول. الامساك بقاله قد ايه؟ بقاله فتره طويله يعني، ما دايما معايا امساك على طول. يعني بتخش التويلت كل مثلا يوم ولا يومين؟ ساعات كل يومين، ولما مفيش ساعات ما برضه ما بتلعبش. يعني ثلاثة كمان ممكن. طيب واضح ان الاتصال، انا برضه هجاوبه ان شاء الله قبل ما نخلص. شكرا يا استاذ احمد، اسمع الحلقة من التليفزيون. بالنسبة للاخت اللي هي اتصلت، فاطمة النحافة. النحافة دي احنا بنعمل واضح ان هي الاكل بتاعها على الاقل 1500 سعر، و1500 سعر ده مش وحش لواحده لو كانت ست بيت مثلا ولا حاجه قاعده في البيت، ولو بتخرج مثلا 1800 من هذا القبيل. ودول يعني هي بتقول لي كان باكل بدخن، بس هي بتدخن 2 3 كيلو تقف على كده. هي محتاجه فحوصات، محتاجه نشوف الشكل الهرموني بتاعها، نحاول ان برضو ده بقى يخش حضرتك في الطب الرفاهية التكميلي الهرموني اللي هو التجميل بالهرمونات. بمعنى ايه؟ احنا هنلاقي هرموناتها سليمة اولا قبلها، بس هل سليمة يبقى انا خلاص مش هعالج؟ لا هعالج، بس انا هغير لها النمط الهرموني، وهو ده اساس التجميل الهرموني. تجميل هرموني يعني ايه؟ اللي هو التغيير في مستويات الهرمونات الطبيعية. ايوه يعني انا هعمل لك هرمونات لها طبيعية. أيوة. وهغيرها لك عشان انعم البشره، عشان اجمل البشره، عشان الشعر يقل شويه اللي هو كده، عشان الشعر بتاع الراس يبقى كويس ويطلع احسن. أيوة. عشان العظم يبقى مظبوط، عشان الهيكل العادي الجميل، عشان العضلات. هنا بقى عشان نحط لها شويه عضلات ودهن، سن صغير، العظم كويس. أيوة. الدوره موجوده، يبقى انا عندي هرمونات الاستروجين
والبروجسترون اللي هم بيبنوا العظم موجودين كويس، فبالتالي انا عليا ازود الكتله العضليه الدهنيه. ده بالهرمونات؟ ايوه. طب نسمع سمر نشوف ونسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا سمر. بعد اذن حضرتك. اتفضلي. عايزه اكلم الدكتور. معاك الدكتور محمد، سؤالك ايه؟ انا عندي ابني عنده 12 سنه. ايوه. وزنه 140. 140؟ اه. ده سمنه ده. لا 12 سنه وعنده 140 وزنه طول. ولا طوله يا سمر؟ طول بس. مش سامعاكي. طوله هي كده، هي غلطه الاول. ما يجريش حاجه. الطول اوكي. طول 140. ووزن وسنه 12 سنه. بس اكلته ضعيفه يا دكتور. طيب وزنه قد ايه؟ الوزن بتاعه 37. 37؟ ما كويس، مش وحش وزن. 37؟ 37. كويس. حاجه و30. لو تجيب 30 سبعه مش سامعه. 7 ولا 39؟ لا 37. طيب البلوغ بدا يا بنتي ولا لسه؟ 37. طيب البلوغ بدا ولا لسه؟ طب انا مش عارفه البلوغ ازاي. انا مش عارفه البلوغ يا دكتور للولد ازاي، لان انا مش عندي. طب شكلنا احنا وقتنا تقريبا خدنا. انت حضرتك خشي على اكتبي محمد سعد حامد، دكتور محمد سعد حامد الصحه والجمال، او الاستاذه منى خضر عشان ما تخنقش معايا الصحه والجمال، هتلاقي فيه 8 حلقات بتكلمين البلوغ شكله ايه، عشان مش هلحق ارد على حضرتك. كونسولتو. كونسولتو او غير كونسولتو هيطلع لها الاي، او تخش على القناه نفسها. أيوة. الصفحه بتاعت القناه، وان شاء الله تلاقي اسماء الحلقات، تعرفي امتى البلوغ. اتفضلي وانا هرد. بس هو ناقص برضه. شكرا يا سامر. شكرا. تاني حضرتك ناقص 8 سنتي. طيب زي اللي فاتت. بس اقوله له عشان بسرعه بقى. اتفضل. المتر الاولاني بيجي في 4 سنين. هو المخرج ما قاليش حاجه، لسه معانا وقت. حاضر. يعني خليك براحتك. يتبقى من 12 سنين 8 سنين. وكل سنه بنحط 6 سم، يبقى 6 في 8 ب 48. واحنا حضرتك كان عندنا متر، يبقى 148. في 8 سم ناقصين، بس ده ولد. واخد بال حضرتك؟ احنا ممكن ننتظر. لان هو حتى هي مش عارفه البلوغ، يبقى ما حوصلش قوي، ما يخوفنيش. احنا ناقصين 8 سم. يعني احنا ال 8 سم دي طب هنعمل ايه؟ ايوه. احنا ما معناش فلوس ومش هنقدر نصرف، الموضوع بيخش على مبالغ كبيره. ايوه. كتحاليل ودواء وطب والكلام ده كله، والدواء غالي. هنعمل ايه بقى؟ انا هنام كده بقى واسيب ابني؟ لا. انا كل سنه اطمن ان هو ما دام لم ياتي البلوغ بيزيد ال 6 سم. اقيسه لازم. يبقى هيبقى عندي نقص 8 سم على طول. واخده بالك؟ أيوة. طب لو بدا البلوغ يجي وشنب يخط، وتلاقي الحاجات اللي احنا هنقولها الخصيه تبدا تدور كده، الخصيتين يبقوا يتمسكوا قد مثلا ايه الزيتونه الصغيره او بذره الزيتونه الكبيره. واخده بالك؟ يعني حوالي 1.5 سم 2 سم. ايوه. والكيس الصفن باللغه العربيه اللي هو الكيس الخصيه بيبقى قلنا كوروجيتد، يعني متعرج ويغمق، يبقى مسمر وطالع فيه شويه شعر. دي دلالات بلوغ في الجهاز العضوي الذكري الاصلي، زائد ان الدور القضيب يبدا يتحول من طفل بيبقى عامل زي الصباع الصغير كده، يبدا يزيد حجمه، بيبقى المرتين او ثلاثه سمكا وطولا. والدهن اللي يبقى فوق العينه فوق القضيب يبدا يصغر. العيال الصغيره تلاقي حبه دهن كده طالعين كده زي دهن الوزه. دول يبداوا يقلوا بقى، يطلع مكانهم شعر. بدايه خلصنا. هدى رجعت كلمتنا، هي كانت متصله. السلام عليكم يا هدى. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. معلش انا عايزه اسال الدكتور برضو، يعني في امل ان زياد يطول ولا لا؟ اللي هو ابن بنتك صح؟ ابن بس سيادتك قلت ان هو طوله كام؟ 140. 129. لا لا هدى فين؟ استني. هو سيادتك قلت طوله 129 ولا كام؟ طوله 129. وسنه كام يا فندم؟ 12 سنة. انت قلتي 132، قلتي 132 ووزنه 29 وعنده 12 سنة. هي قالت هل ممكن يطول؟ احنا قلنا واخوه دكتور برضه عنده داخل سنة رابعة والسنة وزنه 55. الطول تقصدي ولا الوزن؟ طوله 55. لا ازاي 155 ازاي يا فندم؟ ده سنة رابعة يعني سنه 10 سنين. 155. يعني اكبر منه.
اصغر منه. قصدي طوله اطول منه. ايوه. اه طيب يعني اكتبي لي ده الله يخليك. يعني مية يعني في امل يا دكتور ان زياد يطول ولا لا؟ هلا احنا ماشيين معاه 132. اه طيب اتفضلي يا فرور هتكلم. زياد ده اللي هو 132 132 12 سنه واحنا قلنا ناقص 16 سنتي. ايوه. لا انا اخاف. ده لازم يتعالج. اه لازم يتعالج وانا قلت على فكره. لازم يتعالج واتابع بالعلاج. هو انا احنا كنا سالنا ساعتها قلنا لها البلوغ وبتاع قالت ايه؟ انا ناسي. قالت بدا حاجات بسيطه. مش كده؟ قالت شعر اظن سنه بسيط يعني مش كده. كله مش الخسيه بقى والشعر العانه وكده. موافق. فانا حضرتك هتابع على الاقل اقول لك ادي له حاجه ادي له سنتين. ال 16 سم دول لو السنتين المفروض يجيب 12 سم لو جاب 20 سم يبقى اصل ال 16 سم بقوا 8. خلال سنتين يعني يزيد في السنه 10 سم لو جاب 10 سم اصبري لمده سنتين بعد كده مفيش هزار. يعني معاه لحد سن 14؟ لو ما معناش فلوس. ما هي من سبحان الله كلامه واضح. انا كلامي ما فيهوش مغاربه. وحتى لو بيتعالج مع اي حد لو ما جابش كده محتاج حد اعلى. يعني يا هدى لو تقدري تعالجي ابدأي. لا ما هو العلاج كلمه علاج دي برضو مطاطه يا استاذه منى. يعني ازاي؟ في ناس بيستسهلوا. ودكاتره بتستسهل. فيفضل يقول ما احنا ادينا العلاج خلاص ما فيش حاجه اسمها ادينا العلاج خلاص. اللي هي حقن النمو. ده لا دي مش اخر حاجه. دي مش اخر حاجه وساعات بيدوها غلط بيعملوا مناعه للجسم يوقفوا النمو اصلا. اه بالظبط. تسمع بقى الحلقات اللي قبل. اسمعي الحلقات يا هدى وهو لازم يتعالج يا اما تنتظر سن 14 سنه. ده اقصى حاجه. طيب 14 ولو وتنتظر لو كان بيجيب 10 سم كل سنه. لو بتتابعي ومهتمه فعلا وفي ثقافه كده يبقى انت لازم تتابعيه كويس. اه بالظبط. احمد الامساك بيعيد الاتصال ويقول حضرتك ما جاوبناش عليه. حاضر هجاوب حالك. مع حاضر يعني لا هو احمد الامساك ده اللي هو بقى له عده سنوات وسنه 19 سنه وطالب ده بالتاكيد خد ملينات لما شبع. فلو عايز ياخد في حاجه اسمها لاكتريولوز. مفيش خطوره يا دكتور؟ لا ورم او أنا حاجه ما انا بدي ايه بقى دلوقتي؟ لا عشان هو سنه صغير وبقاله كتير. اما يبقى ثلاث سنين يبقى ما فيش ورم. احنا بنقول السن الكبير اللي هو تعدى سن 40 سنه مثلا او 35 ويبدا امساك جديد ويتصاعد مع المريض وكل شويه ياخد ملينات وجرعه الملينات تزيد ويحصل انتفاخات واحيانا يتقيأ في بعض الاحوال فده ممكن يبقى يكون سرطان قولون. دي مش حالتنا عشان احمد بس ما لا دي مش حالتنا. الا لو احمد كان الموضوع بقاله سنه او ست شهور وحديث وبيزيد زي ما انا قلت وجرعه الملينات بتزيد. لا الطب كله الطب اللي احنا بتاعنا في سننا احنا له كله شواذ. يعني ما في الكتب لا نراه على الواقع. احنا بنرى الطب الغير ماهول والغير ملموس والغير معروف. وده اللي بيخلينا احنا نعرف نعالج صح. ما سالناهوش هو كشف ولا لا وهو ما قالش عمل تحاليل. هو عموما هياخد حاجه اسمها لاكتيولوز. ده شراب يا ابني خده حضرتك مع كل اكله مثلا فنجان قهوه صغير او معلقتين كبار. لو ظبط لك الامور وبعد كده تسحبه بعد شهر ولا حاجه والدنيا مشت كنبة. ما كانش يا ابني يبقى دور على دكتور يعالجك ويكون كويس. ابدا بدكتور صغير الاول بس ما عالجاش بالمسكرات او بالملينات. دي مؤقته ومش يعني ما تبينش ورانا ايه. لا سن صغير زي ده ممكن يبقى عندنا حاجات تانية. في مشكله في الشرج، مشكله في منطقه القولون اللي تحت المستقيم، مشكلات ممكن بعضها يكون جراحي كمان. يعني مثلا لو عنده الفشر ده اللي بنسميه الشرخ الشرجي، لو عنده بواسير، لو عنده الكلام ده كله ممكن ان هو يسبب امساك ثانويا لانه بيخاف يدخل الحمام. خلاص يا احمد كده قلنا الاجابه. تابع بقى. قلنا اجابات مش اجابات. اجابات كتير. نعم. سمر احنا قلنا لها برضو هي ابنها 12 سنه ومش عارفه عنده بلوغ ولا لا. قالت انا مش عارفه. قلنا اللي هي طوله كام؟ اللي هو كان 140 12 سنه وزنه 37. ده ناقص 8 سم. اعتقد 8 سم غير 16 سم. 8 سم هنا احنا بوجه عام يا جماعه عشان يبقى أسلط. للجميع بقى. للجميع. الطول مراحله مش متوفره بكل وقت، ممكن الفرصه تضيع. لو هم بيسمعوا كلام مش عارف مش عاوزين يستوعبوه. طب عشان ناخد المعلومه كامله نسمع محمد عايز ايه. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ. اتفضل سؤال حضرتك. عليكم. اتفضل سؤال حضرتك ايه؟ هو انا طولي 164 ووزني 80 وعندي 21 سنه. 164 والعمر 21 سنه والوزن 80.21 سنه. انت عايز تطول يا محمد؟ خط قطع. هو 21 سنه والوزن 80 وطوله 164 ده 99% العظم قفل. اطول بالجهاز بقى. ايوه. وبحتب انا اقول له اطول بالجهاز ولازم تيجي تطول بالجهاز؟ لا, لا. انا شايفه طوله كويس. معقول يعني. الا زي ما اتفقنا عنده شويه فلوس ومش مقصرين في حاجه خالص والحمد لله ربنا كرمه نعملها له. اوكي. لكن هو لو جالي واخد بال حضرتك هقول له 164 كويس مش وحش قوي. طب انا عايز بقى خلاص دماغي عايز 168 يبقى ومش فارقه معايا واخد بال. وده قلنا طب ايه؟ ترفيهي. ما حدش مهتم بالطب الترفيهي يعني. ده الستات شغالين على يا جماعه احنا عايزين فوق ال 40 بقى يهتموا وبنقول لهم اسرار جامده يعني ازاي هتحافظ على قوامك والتركيز. ما احنا اتفقنا قلنا دلوقتي فيتامين دي والكالسيوم فيه. نصيحه سريعه يا دكتور بقى للناس اللي هم قدامنا قد ايه؟ دقيقتين. طيب يبقى قلنا الناس حضرتك اللي هم الرجاله ما قبل سن ال 50 ياخد فيتامين د من مصادره الطبيعيه الشمس. الشمس. وياخد الكالسيوم من مصادره الطبيعيه الا وهو اللبن. يعني ياخد كوبايتين لبن في اليوم. دول الرجاله. والستات؟ الستات على 35 سنه تعمل الكلام ده. الشمس واللبن. الشمس واللبن. طب الرجاله يبداوا امتى ياخدوا علاج بقى؟ فيتامين د وفيتامين سي واللي انت قلت عليه والكالسيوم. ايوه. دول ياخدوه عند ال 50 سنه. والستات اول ما الدوره تقطع ناخدوا علاجي. اقراص يعني. اقراص. بعد 10 سنين يعني كل اللي تجاوز 10 سنين بعد الدوره في هناك هرمونات تانيه بنستعملها. الهرمونات دي بقى عايزين نقيسها ونعرف قيمتها عشان هنزودها زي ده الحلقه الجايه. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكل تابع حلقتنا وتشرفنا بيكم وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم في نفس الموعد والسلام عليكم. شكرا دكتور. كونسلتو كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. كونسلتو كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. كونسلتو كشف مستعجل.